بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في محاضرة اليوم في الاناليسيز للبيمز. هلا الاناليسيز للبيمز ما حتختلف عن اي موضوع من المواضيع اللي احنا بالنسبه للاناليسيز، بالعكس هي اسهل من الفريمز. فببساطة لو انا كان عندي هذا الشكل عبارة عن بيم بهذا الشكل عليه بوينت لود في هاي النقطة، وعلى فرض عليه ديستريبيوتد لود بهاي النقطة بهذا الشكل، وعليه كمان بوينت لود بهاي النقطة. خلينا نسميهم F1 F2 ودبليو، وطلبت منكم عملية حساب الانترنال فورسز عند هاي النقطة اللي موجودة هون. شو بتعملوا؟ نفصل عند النقطة. جميل، تيجوا بتفصلوا عند هاي النقطة. قبل ما نفصل عند هاي النقطة حيلزمنا ان احنا نروح نطلع قيم الرياكشن، مظبوط؟ صحيح. هلا سؤالي لكم، شو انواع الانترنال فورسز اللي حيتشكلوا هون؟ حيتشكل عندنا في الوضع الطبيعي نورمال شير ومومنت، مظبوط؟ صحيح. حيتشكل هون عبارة عن نورمال وشير معكسات ومومنت. هلا شو اللي بيفرق البيم الاليمنت، يعني كيف بسميه بيم اور نوت بيم؟ هلا البيم بشكل عام الانترنال فورسز اللي موجودين داخله هم عباره عن شير ومومنت. في شيء اكسيل يعني دكتور؟ ما في اكسيال فورس. هلا كيف انا اضمن انه ما في عندي اكسيال فورس؟ بضمن انه انا ما في عندي اكسيال فورس اذا دائما الزاويه بين الاكسس للممبر وبين الفورسز هي 90 درجه. اذا الانجل هي عباره عن 90 درجه، يعني جميع الفورسز بيربنديكولار تو ذا ممبر، فتلقائيا قيمه الاكسيال فورس اللي داخل الممبر كم بدها تكون؟ صفر. 100%. يعني هلا لو طبقنا على هذا الستركشر سمشن للفورسز في الاكس، حيطلع معانا انه الرياكشن اللي في الاكس هون شو قيمته؟ صفر. زيرو. اذا هاي القيمه زيرو، فتلقائيا هاي القيمه كم؟ كمان زيرو، صح؟ كمان هاي عباره عن زيرو. اوكي، وبقيه الخطوات الثانيه ما اختلفت عن الخطوات القديمه. هلا حتسالون عن هذا الديستريبيوتد فورس، ما له علاقه كثير في البيم. هذا عباره عن لود موزع. شو يعني لود موزع؟ يعني لما اجي احكي دبليو مثلا شيء وحدتها بتكون كيلو نيوتن بير متر. لما احكي 10 كيلو نيوتن بير متر، طول القطع عباره عن 3 متر، كم بيطلع قيمه اللود كلياتها؟ 30 دبليو على 3 100% 30. طب وين مركزهم؟ وين احطهم؟ مركزهم في مركز الشكل. اذا هو مستطيل فمركز المستطيل في النص، اذا هو مثلث فبده يكون عند مركز المثلث. فممكن انا اجي استبدلهم هدول في بوينت لود قيمتها عباره عن دبليو في ال، بتصير الوحده ايش؟ كيلو. خلينا ناخذ اكزامبل سريع على هذا الموضوع. هاخذ نفس هذا البيم اللي كان معانا من شوي صغيره، عليها فورس قيمتها 10، فورس قيمتها 20، هون عليها ديستريبيوتد لود قيمة هذا الديستريبيوتد لود بتساوي 4 كيلو نيوتن بير متر. هاي القطعة اللي هون طولها 3 متر،
هاي مترين، ثلاثة مترين. فالسؤال بيحكي find reactions find internal forces at D. سمي هاي النقاط A B C، وبدي افترض ان هالنقطة D هون في الوسط. طبعا D مش هنج يا جماعة، انا بس عم بعلم النقطة دي مش هنج. شو بدنا نعمل؟ نوجد الرياكشن. نوجد الرياكشن. زميلكم بيحكي أول خطوة بدنا نعملها إنه نوجد الرياكشن. فأول خطوة كالعادة بدنا نروح نرسم الفري بادي دايجرام. في عنا هذا الجسر. عليه رياكشن اسمه AY ورياكشن اسمه AX، رياكشن عبارة عن BY. بدنا نستبدل الديستريبيوتد لود في بوينت لود. كم قيمة البوينت لود؟ 4 في 3. 4 في 3 يعني 12. جميل. في عنا هاي البوينت لود اللي هون قيمتها 10، عندنا هاي البوينت لود اللي هون قيمتها 20. هنطبق معادلات الاتزان. سميشن للفورسز في الاكس بدها تساوي صفر، بيطلع معنا اكس بتساوي صفر. سميشن للمومنت ات اي بتساوي صفر، بيطلع معنا انه 10 في 2 زائد 20 في 5، صح؟ 20 في 5 صحيح. اوكي، سالب بي واي في كم؟ بي واي في 7. تمام. زائد 12 في كم؟ 8.5. 8.5. من وين جبنا 8.5؟ نص الثلاث زائد 7. هاي حتساوي صفر. نوجد بي واي. بيطلع معنا قيمة بي واي بتساوي، ومن بي واي شو بدنا نحسب؟ الاي واي. الاي واي 10 في 2 20، 20 و100 120، 120 و12 في 8.5، 12 في 8 96 و6 102، 102 زائد 120 عبارة عن 222 تقسيم 7. 210 على 7 بتطلع عبارة عن 30، و12 على 7 بتطلع 31 و7 بالعشرة. مزبوط. إذا هاي القيمة 31 و7 بالعشرة وهديك القيمة 42، بيطلع هذا الرقم عبارة عن 11 و3 بالعشرة. فهيك بنكون حسبنا قيم الرياكشنز. هلا بعد ما نحسب الرياكشنز عشان نوجد الانترنال فورسز عند النقطة دي، شو بحاجة نعمل؟ نفصل عند النقطة دي. جميل. حابين نفصل وناخذ القطعة اللي على الشمال ولا اللي على اليمين؟ ناخذ اللي على الشمال. اللي على الشمال أنا شايفها أسهل، فحنيجي هلا نفصل ناخذ القطعة اللي على الشمال. فبالتالي عندنا رياكشن هنا قيمته 11 و3 بالعشرة، وعندنا فورس هنا قيمتها 20. المسافة من هون لهون مش 20. شكرا لك. مزبوط. المسافة من هون لهون كانت 2، وحاليا هاي المسافة من هون لهون كم؟ 5. هيتشكل عندنا، حكينا NX قيمتها كم؟ 0.
0. في عندنا كمان حيكون عندي Vx، وعندنا كمان عبارة عن Mx. Vx دكتور، Vx و Mx مظبوط. بتحب تسميهم Vd Md مش مشكلة يعني. هلا نطبق المعادلة، summation للفورسز في الواي دايركشن بتساوي صفر، شو بيطلع معنا؟ 11 و 3 سالب 10 زائد في اكس بدها تساوي صفر. كم بيطلع معنا قيمة في اكس؟ سالب 1 3. شو يعني؟ يعني عكس اتجاه، يعني الاتجاه بالاتجاه العكسي. هلا سميشن للمومنت على هاي النقطة بدها تساوي صفر، فعبارة عن ام اكس زائد 10 في 1.5 سالب 11.3 في 3.5. بيطلع معنا قيمة ام اكس بتساوي 11.3 في 3.5، بيطلع الجواب 37، لا عفوا اكثر، بيطلع 39. 39.5. بدنا نطرح من 39.5 15. 24.5. فهيك بنكون حسبنا قيم الانترنال فورسز اللي موجودين عند النقطة دي. الشيء النورمال فورس احنا اصلا عارفينها بتساوي صفر، وضل عندي قيمة الشير فورس وقيمة المومنت. دكتور بس ممكن ترجع على الصفحة اللي قبليها؟ يلا. دكتور. اتفضل. يعني لو كانت كل القوة اللي بتأثر على السطح تعمل 90 درجة، يعني بيم ممبر 100% هو عبارة عن بيم ممبر. جاهز دكتور. تمام. في حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال؟ هلا يا جماعة الخير، يعني إذا أنتوا لاحظتوا إنه إحنا عم نحسب قيم الانترنال فورسز عند نقطة معينة. هلا أماني ممكن تحكي للمجموعة إحنا عادة كيف بنصمم؟ معلش دكتور ما سمعت السؤال منيح. ممكن إحنا عادة كيف بنصمم؟ يعني إحنا لما يكون في عندي بيم بالضبط كيف بنصمم البيم؟ هل بنصممه على أعلى قيمة مومنت وأعلى قيمة شير، ولا على كل قيمة لحال؟ شو بنعمل بالضبط؟ لا بالعادة على الكريتيكال فاليو، وبعدين يعني بما أنه صممنا على الكريتيكال فاليو بعدين القيم الثانية رح تكون ضمن الرينج اللي عندي، يعني يعني رح يكون ما رح ينهار على القيم الثانية بمعنى آخر. زميلتكم شو عم تحكي؟ إحنا عادة بنروح بنصمم على الكريتيكال فاليو، يعني مثلا أنا مطلوب مني أصمم هذا البيم اللي هو عبارة عن ABC، بطلع أعلى قيمة مومنت أجت عليه وبصممها. إذا أنا صممت أعلى قيمة مومنت، في أي مشكلة في أي قيمة مومنت تانية؟ لا. تمام. إذا صممت لأعلى قيمة شير، فاروق في أي مشكلة في أي قيمة شير تانية؟ لا دكتور كمان لا. فبالتالي لما انا اصمم على الماكسيمم او على الكريتيكال خلينا نسميها، تلقائيا بكون صممت الجسر كامل. هلا لاحظوا اللي احنا عم نعمله في الوقت الحالي، انه احنا عم نحسب قيم انترنال فورسز عند نقاط. في التصميم بصراحه بيلزمنا اكثر من عمليه حساب الانترنال فورسز عند نقاط، بيلزمنا عمليه حساب الانترنال فورسز على الماكسيمم. عشان انه انا اروح اوجد قيم الانترنال فورسز عند عدد كبير من النقاط، ولا شو اعمل بالضبط؟ أوجد علاقة. أوجد علاقة، جميل.
أوجد علاقة اللي حكاها زميلكم. باختصار بدنا نيجي نوجد علاقة equation. وعشان نحول هذا الاشي احنا كمهندسين بنحب نشوف اكثر ما معادلات، فبدنا نحول هذا الاشي لدياجرامز. فبدنا نروح مع بعض نرسم bending moment diagram. ونرسم كمان شير فورس دايجرام. في حالة البيم هل بلزم أرسم أكسيال فورس دايجرام؟ لا صفر، لأنه عبارة عن صفر. لكن ممكن في الفريم أرسم الأكسيال فورس دايجرام، صح؟ صحيح. تمام. هلأ هاي الدايجرام موضوعها سهل. شو بدنا نيجي نعمل؟ بدي أخذ بيم جنرال. هذا البيم عم بتعرض لأحمال بهذا الشكل، عبارة عن W fix. بدي أخذ شريحة صغيرة من هذا البيم، بدي أكبرهم. عرض هاي الشريحة الصغيرة هي عبارة عن DX. مش في الفيزيكس دائما لما تأخذ شريحة صغيرة هي عبارة عن DX بيكون عرضها؟ صحيح. فهاي الشريحة الصغيرة هيها اللي عليها حمل شو قيمته؟ WX. WX كثير كويس. هلأ أي شريحة أنت بتاخدها، أي نقطة، أي شريحة أنت بتاخدها وبتفصلها، مش هيتشكل عليها internal forces؟ صحيح. فبدي أظهر الـ internal forces اللي موجودين. بدي أحكي أنه من هون عندي VX، وفي الاتجاه العكسي هون في عندي VX برايم. بدي أحكي إنه من هون عندي MX، من هاي الجهة بدي يكون عندي MX برايم. وهذا الشكل لازم يضله under equilibrium، صح؟ مظبوط. هلا يا جماعة لو طبقنا summation للفورسز في الواي دايركشن بدها تساوي صفر. عندي VX للأعلى بدها تساوي VX برايم للأسفل. وإيش كمان؟ عندي قيمة لود مقداره W في X على مسافة صغيرة مقدارها WX DX، صح؟ مش بقدر هيك احول هاي ل point load قيمتها WX DX زي ما عملنا من شوي صغيره. صحيح. اوكي. هلا منطقيا اذا انا بدي افترض انه VX برايم اعلى من قيمه VX، فلازم افترض انه VX اتجاهها للاسفل و VX برايم اتجاهها لوين؟ للاعلى. للاعلى. على العموم هاي ما حتفرق، بس اشاره السالب والموجب. فبصير عندي VX بدها تساوي VX برايم ماينس WX DX. معناها VX برايم شو بدها تساوي؟ VX ناقص WX DX. بدها تساوي VX زائد WX DX. تمام. هلا بدنا نروح نعملها بشكل ثاني، نكمل عليها. هذا الشكل اللي احنا رسمناه اللي عليه كان VX للأسفل وعليه VX برايم للأعلى. هاي بدي أسميها اللي هي VX برايم، بدي أسميها VX
زائد مقدار التغير في Vx اللي هو عبارة عن دي Vx. صح اللي أنا عملته بدل ما أسميها Vx برايم. فبتدرج على المعادلة طلع معي يعني شو المقصود؟ إنه هي عبارة عن قيمة Vx اللي موجودة هون زائد التغير اللي صار. فبيطلع معي كم قيمة التغير اللي صارت؟ بنعوض على المعادلة Vx plus dVx حتساوي Vx زائد Wx dx. مظبوط؟ مظبوط. فهاي وهاي شو بعملوا؟ شكرا. فبيطلع معي في النهاية إنه قيمة Vx بتساوي الانتجريشن ل W X dx. يعني إنه الشير شو بيساوي؟ الشير شو بيساوي؟ تكامل اللود. شو يعني تكامل اللود؟ يعني مساحة مساحته. أو مجموعه، صح؟ أو بقدر أعمل العلاقة بشكل تاني إنه W في X إنه اللود هو عبارة عن مشتقة مين؟ مشتقة الشير، صح؟ آه صحيح. نفس العلاقة لو إحنا أجينا طبقنا عليها summation للمومنت بده يساوي صفر على هاي النقطة، شو حيطلع معانا؟ إنه mx برايم، خلينا أنا أكتب الكمية، mx برايم اللي بدنا نسميها إحنا تساوي mx plus dmx مقدار التغير في المومنت عم نعمل مومنت على هاي النقطة. هاي حتساوي mx زائد vx في dx. مظبوط؟ صحيح. سالب wx في dx في نص dx. مظبوط؟ صح. تمام. شو ليش مش هذا اللود مركزه في الوسط wx dx؟ فكم بده يصير بعده؟ نص المسافه dx. هلا المسافه dx اصلا صغيره، فلما اعملها تربيع شو بده يصير فيها؟ تهمل زي كده بالضبط. فعشان هيك انا هذا الترم بدي اعمل له نيجلكت. فبصفي عندي يا جماعه في النهايه انه قيمه dmx او mx بشكل عام سالب اللود. عبارة عن integration لل Vx اللي هي عبارة عن تكامل الشير، أو باجي بحكي إنه الشير شو بيساوي؟ مشتقة. فهدول العلاقتين الأساسيات اللي موجودين عندنا. العلاقة الأولى بتحكي إنه الشير هو عبارة عن مشتقة المومنت، أو المومنت هو عبارة عن تكامل الشير، أو بأخذهم من هون اللي إنه الشير بيساوي تكامل اللود، أو هو بيساوي أو اللود بيساوي مشتقة الشير. نلخصهم مع بعض. إحنا في عنا W of X، هاي W إذا مشينا في هذا الاتجاه فقيمة الشير Vx هتساوي integration ل W of X dx. وإذا بدنا نوجد المومنت فلازم نحكي إنه المومنت Mx بيساوي integration لل Vx dx، أو بيساوي السكند integration لللود، صح؟ صحيح، لأنه في تكامل. ميبل. أو باجي أحكي لو كان أنا عندي قيمة Mx فقيمة Vx هتساوي
dmx by dx، ومنها قيمة w في x بدها تساوي dvx by dx، أو حتساوي إيش؟ المشتق الثاني. المشتق الثاني. المشتق الثاني للمومنت، صح؟ صحيح. فباختصار حنصير نعمل تكامل على أساس نوجد العلاقات هاي اللي موجودة عندنا، أو على أساس نعملها بشكل معادلات وبعديها نرسمها. في حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال؟ دكتور بس بدي أرجع كلامك، لما أنت كنت تحكي إنه بنوجد الماكسيمم. هلأ هيك أنا بصير عندي علاقة، صح؟ صحيح. هلأ هاي العلاقة برسمها بعرف الماكسيمم، إذا أنا مش عارف وين نقطة الماكسيمم بشتق وبساوي بالصفر، مش هيك كنتوا تعملوا؟ مزبوط. هذا اللي احنا حنعمل، ما بعرف إذا هيك جاوبت على سؤالك أو لا. طيب كمان سؤال دكتور، طب أنت هون لما بتكون تعملوا هاي البيان أو المخطط، أنتوا بتفرضوا حمل من عندكم؟ لا، الأحمال بتكون معروفة. شو يعني الأحمال معروفة؟ هلأ أنت عايش في غرفة حالياً، صح؟ صحيح. كتلة الغرفة معروفة ولا لا؟ معروفة. تمام. وزن الناس أو كتلة الناس اللي بتفوت على الغرفة معروفين ولا لا؟ ما هو حسب يعني. حسب، جميل. فبإمكاننا نفرض أعلى قيمة ممكنها تدخل على الغرفة، صح؟ هيك أنا قصدي يعني. أوكي، فإحنا بالضبط هذا اللي إحنا بنعمله، إنه إحنا بنتنبأ بالأحمال أو بنحسب الأحمال حسب ما هو موجود أو الأقصى اللي ممكن يفوت عنه. تمام. أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني يا جماعة؟ تحبوا ناخذ إكزامبل؟ تمام. تمام. ديما ما دام حكيتي انت تساعدين في هذا الاكزامبل؟ تمام. ولا بطلتي؟ لا تمام. طيب تمام. حناخذ هلا مع بعض اكزامبل، وحنبدا في اول اكزامبل على اساس قدر الامكان يكون بسيط. هلا زميلتكم ديما شو عم تحكي لكم حاليا؟ انه احنا بحاجه نعمل معادله في اي مكان بتغير فيه اللود، مزبوط ديما؟ إنه وين ما بتغير اللود بتتغير المعادلة، صح؟ تمام. فأول إكزامبل أنا بدي نعمله مع بعض حيكون عبارة عن قيمة لود ثابتة من البداية للنهاية. فبدي أفترض إنه أنا في عندي simply supported beam. شو يعني simply supported beam؟ هو عبارة عن جسر جالس على pin support من هاي النقطة وروولر support من هاي النقطة. وهذا simple support beam بدي أفترض أنه عليه حمل ثابت من البداية للنهاية، قيمة هذا الحمل بتساوي WX، وطول هذا الجسر عبارة عنه. أول مثال بدي حابب نعمله مع بعض بدلائل L و WX عشان تطلع معادلة، عشان بعد هاي المعادلة بإمكانكم تصيروا تستخدموها بشكل جاهز. هلا أول حاجة زميلتكم ديما بتحكيها قبل ما نبلش نحكي معادلات ومش معادلات، تعال طلع قيم الرياكشنز، مزبوط؟ صحيح. هلا ديما جسر عليه لود موزع بالتساوي قيمته W X وطوله L، كم مال؟ هي قطع الصوت إيش؟ كم إيه؟ جسر عليه لود ثابت من بدايته لنهايته قيمته دبليو اكس وطوله ال، كم مجموع الحمل اللي على هذا الجسر؟ اللي هي دبليو اكس والمسافه باخذها نص ال، يعني دبليو اكس في ال فعليا، صح؟ يعني مو هلا خلينا نفترض انا عندي لود قيمته 30 كيلو نيوتن لكل متر، طول القطعه 4 متر، معناها كم قيمه اللود الكلي؟ حمل في الطول. الحمل في الطول 30 في 4، مزبوط؟ مزبوط. صحيح. تمام.
هلا مش الرياكشنز ما دام الشكل متماثل نصهم على اليمين ونصهم على الشمال معناها هاي عبارة عن W في L على 2 وهاي عبارة عن W في L على 2 بلاش نسميها WX بدي اسميها W عشان نريحها مظبوط لهون صحيح هلا حاليا عندنا طريقتين الطريقة الأولى نظام الانتجريشن طبعا نحن نتعرف بعدها على طريقة ثالثة والطريقة الثانية هي عبارة عن طريقة المعادلات طريقة الانتجريشن بتحكي انه احنا عندنا لود WX W معناها قيمة الشير دي ما شو بدها تساوي تكامل معناها حتساوي W في X زائد كونستانت مقداره C1 صح؟ نعم مزبوط والمومنت شو حيساوي؟ اللي هي مشتقة V DX تكامل الشير معناها حتساوي W في X تربيع على 2 زائد C1 في X زائد C2 هلا كيف نطلع قيم C1 وقيم C2 معود راح يلزم التعويض حيلزمنا نعرف الباوندري كونديشنز شو هم الباوندري كونديشنز شو نوع السبورت اللي قلتك شو خصائص البن سبورت هو بيسمح في الدوران بيسمح في الدوران معناه شو معنى كلمة بيسمح في الدوران معناها المومنت عند البن سبورت شو قيمته صفر صفر فالباوندري كونديشنز الموجودين انه قيمة المومنت at x بتساوي 0 بتساوي كم صفر مظبوط صحيح شو اللي عملته أنا عرفت مسافة X بدها تبلش من هون لما X بتساوي صفر عند هاي النقطة اللي عليها البن سبورت البن سبورت عليه مومنت لا ما دام هي قيمة المومنت عند X بتساوي صفر هي صفر طيب كم قيمة المومنت عند الرولر سبورت برضو صفر برضو صفر كمان صفر جميل فهون كمان إنه قيمة المومنت at X بتساوي L بتساوي كمان صفر لو عوضنا على الـ first boundary condition هاي اللي موجود هون فالمومنت بيساوي صفر عند X بتساوي صفر فبيطلع معانا انه C2 شو بده يساوي صفر صفر مظبوط ديما تساعديني فيها هاين معك المومنت بيساوي صفر وإكس صفر وإكس صفر كم بطلع شو ضل عندي في المعادلة سي تو بتساوي كم صفر برضو مية بالمية هلا المعادلة الثانية إنه أت إكس بتساوي ال المومنت بيساوي صفر مظبوط بصفي عندي إنه صفر بيساوي دبليو إل تربيع على اثنين زائد سي ون إل زائد سي ون في إل صح هلا ال هاي بتشطب والتربيع بشطب فبصفي معي انه سي 1 شو بتساوي سالب دبليو ال على 2 على 2 100% سالب دبليو ال على 2 فبدنا نرجع هلا معادله عشان نطلع معادله في اكس ومعادله ايش ام اكس مزبوط صحيح مزبوط بل حابب او خلينا نعود اي حابب تبلش معادله في ولا معادله المومنت لا نفسها انت ايش حابب يلا اختار انا نفسي معادله المومنت يلا هي معادله المومنت المومنت بيساوي دبليو في اكس تربيع على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2 ما هي سي 2 صفر
من سي 2 بتروح سي 1 زائد بيطلع سي 1 بدنا نعوض بدالها السالب دبليو اتش دبليو ال على 2 صحيح. فهي عبارة عن معادلة المومنت اللي بتحكي W X تربيع على 2 سالب W L على 2 في X. عدي ممكن تساعدني نرسم رسمة؟ يلا يلا. لما X بتساوي صفر كم قيمة المومنت؟ صفر. هاي صفر. لما X بتساوي L كم قيمة المومنت؟ برضو صفر. كمان صفر. هلأ بدنا نجرب أرقام. لما L هاي المعادلة تربيعية ولا تكعيبية ولا لينير ولا إيش طبيعتها؟ تربيعية معناها رسمة بارابولا صح؟ صحيح. خلينا نأخذ نقطة في الوسط ونرسم البارابولا تبعتها. لما X بتساوي L على 2 كم بيطلع الجواب؟ ايش ايش دكتور؟ لما اكس بتساوي ال على 2 بدي اخذ نقطة في الوسط عشان اعرف ارسم المنحنى. اكس تربيع على 4 على 8 بتطلع صح؟ جرب. بدل هاي بدك تعوض ال تربيع على 4. فال تربيع على 4 على 2 صارت دبل وال تربيع على ايش؟ على 8. على 8. والدبليو ال على 2 في مسافة مقدارها L على 2 بتعطيه WL تربيع على إيش؟ 4 على 4. WL تربيع على 8 ناقص WL تربيع على 4 أو ناقص 2 WL تربيع على 8 شو بطلع الجواب؟ سالب WL سالب WL تربيع على إيش؟ على 8. على 8. فلا بدنا نرسم بارابولا بتجمع هدول الثلاث نقاط فبطلع معانا هيك الرسم. وهاي القيمة عبارة عن WL تربيع على 8. هلا بنتاكد هل هي قيمه الماكسيمم ولا مش قيمه الماكسيمم. هلا ديما بدي اياكي تعطيني معادله الشير. قيمه في بتساوي دبليو اكس زائد سي 1 صح؟ اه صح. سي 1 حكينا طلعت سالب دبليو ال على ايش؟ 2. فهي هيك صارت هاي عباره عن معادله الشير. هلا انا في شغله بس لازم احكي لكم اياها في المعادلات اللي هون في اشاره سالب لها علاقه بس بالاشاره بس بالموجب والسالب مش اكثر فبدي اياكم بس تضيفوا اشارات السالب فهون في عندنا اشاره سالب وهون في عندنا اشاره سالب فعشان هيك هاي الرسمه ما بتطلع للاسفل مع انه عادي انها تطلع للاسفل ولا لا صح أماني ولا لا؟ لا أكيد عادي تطلع زي ما حكيت لكم يعني هلا هي بتعرف هاي التفاصيل فلكن في الوقت الحالي بدي أرسمها زي الكتاب عشان ما تتخربشوا دبليو ال تربيع على 8. هلا بدي أجي هون فهاي المعادلة بده يجيها سالب وهاي المعادلة سالب السالب فهي بتيجي عبارة عن موجب. ديما نرسم مع بعض الرسمة. لما X بتساوي صفر كم بيطلع الجواب؟ W L على 2. جميل هاي W L على 2. لما X بتساوي L كم بيطلع الجواب؟ 1.5 W L على 2. جرب سالب في L زائد W L على 2 بيطلع سالب W L على 2 صح؟ هاي المعادلة معادلة لما هاي سالب دبليو ال على 2 ما هي سالب دبليو في ال سالب دبليو ال زائد دبليو ال على 2 مش هاي نفسها سالب دبليو ال على 2؟ لا انا قصدي ايش عودت ايش حكيت اول شيء اوكي اخذت النقطة الأولى اللي هي ات اكس بتساوي صفر واخذت النقطة الثانية لما اكس بتساوي تمام. هلا ديما هاي المعادله معادله خط مستقيم كونستانت بارابولا ثيرد اوردر شو معادله ايش بالضبط؟ لينير
لينير هاي. لينير، ما دام لينير بدي اروح اشبك بين البدايه والنهايه في ايش؟ في خط. في خط مستقيم. فهاي هي عباره عن رسمه الشير دايجرام. هلا بدي اتاكد من هاي وين الماكسيمم. عشان اتاكد وين الماكسيمم بدي اشتق المومنت واساويها بالصفر، فدي ام باي دي اكس بدها تساوي صفر. مش مشتقة المومنت هي عبارة عن الشير؟ صحيح. اللي هي عبارة عن سالب دبليو ال، عفوا سالب دبليو اكس زائد دبليو ال على 2، سالب دبليو في اكس زائد دبليو ال على 2 بدها تساوي صفر. شو بيطلع معانا؟ انه اكس بتساوي كم؟ ال على 2 صح؟ صحيح. من حسن حظنا انه احنا اصلا لما حسبنا ال دبليو ال تربيع 8 كنا حاسبينها وين؟ عند ال على 2. عند ال على 2 معناها هاي النقطه هي الماكسيمم، وقبلها هيك وبعدها هيك. هلا بدي منكم معادله ال دبليو ال تربيع على 8 تحفظوها في حالة السملي سبورتد بيم اللي عليه ديستريبيوتد لود، ومعادلة البوينت لو الشير اللي هاي اللي هون كمان تحفظوها في حالة السملي سبورتد بيم. دكتور رد اكتب لنا اياهم لحال. يلا هلا المطلوب قبل ما نكتبهم لحال دي انا رح نعملها بطريقة المعادلات. تمام، شو يعني هذا البيم اللي عليه ديستريبيوتد لود؟ وبدايته رياكشن قيمته دبليو ال على 2 مظبوط، ونهايته رياكشن مقداره دبليو ال على 2. بدي نعمل سكشن على مسافه جنرال اسمها اكس. تمام عدي؟ تمام تمام. لما نعمل هذا السكشن بصير عندنا الشكل هيك. بيتشكل عندنا internal forces مظبوط؟ صحيح. بدنا نعتبر الاتجاه الموجب لل internal forces هو هيك. هاي اسمها sign convention. هاي عبارة عن positive sign convention. عشان يطلع معك المعادلات، وهاي عبارة عن V وهاي عبارة عن M. هلا حتطبق معادلات الإكوليبريم. شو من معادلات الإكوليبريم؟ Fx y والمومنت. الx ما هو أصلا صفر، صفى عندي summation للفورسز في الواي بده يساوي صفر. شو عندك في الواي دايركشن؟ عندك رياكشن للأعلى W L على 2، للأسفل وزن مقداره W في طول مقداره X، وعندك قيمة V صح؟ مظبوط. فبالتالي W L على 2 سالب W X سالب V بدها تساوي صفر. بيطلع معانا انه V شو بتساوي؟ W X ناقص. بالعكس، W L على 2 سالب W X مظبوط. مش هاي نفس هاي؟ نفسها 100%. أسهل هيك ولا لا؟ مش أسهل. هلا نروح أنا وياك نعمل معادلة المومنت. عشان التسهيل نعمل معادلة المومنت هون على هاي نسميها. فسميشن للمومنت at O بتساوي صفر. مين بيعمل لك مومنت عند النقطة O؟ استبدل هذا اللود بلود مقداره دبليو اكس. صحيح. اوكي، مين بيعمل لك مومنت عند النقطة؟ عندك الرياكشن دبليو ال على 2 صح؟ مظبوط، في قيمة ال. في قيمة اكس. اكس اكس فدبليو ال على 2 في اكس. وشو عندك كمان؟ اللي هو ال دبليو في اكس في اكس على
2 دبليو اكس في اكس على 2 لانه صفت نص المسافه اللي نص المسافه صحيح. هاي سالب، هاي سالب دبليو اكس في اكس على 2. في عندك المومنت نفسه موجب ولا سالب؟ مومنت موجب، لا سالب. سالب مظبوط، هاي سالب. ليش سالب؟ لانه هي نفس اتجاه الدبليو اكس بدها تساوي صفر. فبيطلع معك معادلة المومنت M بتساوي WL على 2 في X سالب W X تربيع على 2. نقارنها مع اللي طلعت معنا، هاي المعادلة اللي طلعت معنا، وإذا بتتذكروا حكينا بدنا نعكس الإشارة، حكينا هاي بدنا نعطيها سالب وهاي بدنا نعطيها موجب، صح؟ مظبوط. نفس المعادلة ولا شو؟ نفس. أوكي. فهاي الطريقة تيجي أسهل شوية صغيرة من عملية الانتجريشنز، اللي هي إحنا بناخد سكشن وبنوجد المعادلات. نلخص المعادلات في حالة السمبلي سبورتد بيم. اللي عليه distributed load بتكون عندنا هاي رسمة الشير فورس دايجرام، والماكسيموم W إلا على 2، وهاي عبارة عن رسمة البندنج مومنت دايجرام، والماكسيموم في الوسط قيمته W إلا تربيع على كم؟ 8. مين عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ في حدا عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ دكتور أنت حكيت لنا في معادلات لازم نحفظها. هي مش المعادلة، قصد الرقم اللي هي W L تربيع 8 و 2 وهدول. أيوه هدول. على أساس يعني لما أجاك شكل زي هيك ما تصير تعيد من الأول. في حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال؟ واضح للجميع؟ دكتور الرسمة الثانية للشير؟ لا، الأولى للشير، هاي للشير وهاي للمومنت. أي سؤال أو أي استفسار؟ يا دكتور في رسمة الشير الماكسيموم وين؟ على الأطراف عند الرياكشنز، عند السبورت. تمام. جاهزين ناخذ الكويز؟ دكتور مش هتخليه الثلاث احسن؟ والله غسلت دماغنا اليوم دكتور. مش سامع. دكتور الثلاث احسن. بدي الصراحة احكي. صراحة لنا اليوم ديجيتال، ويعني الواحد مش ملحق يتنفس، فما حضرنالوش النية. ايش بحكي لك؟ اشوف كيف مش ملحق تتنفس. انا ديجيتال والله. مين بأيد انه يكون يوم الثلاثاء الكويز؟ دكتور وانا انه حصل شيء، انه حصل عندنا ظرف والله وما قدرتش ادرس الماد اصلا، انا كنت اقدم هيك. دكتور انا عندي المختبر يوم الثلاثاء، اذا بدك تخليه السبت الجاي.
لا لا هي ما دام في مجموعة طردوا عليهم الثلاثاء ف يلا خلينا مباشر على الكويز. دكتور بس بترسى تترسى 100%. تمام. وين نسلم دكتور؟ على المودل. تمام. المودل حيفتح معاكم لغاية الساعة 11:22 دقيقة. تمام دكتور دائما بضل مفتوح. لا مش دائما، أنا أحيانا بتعمد أخليه مفتوح أحيانا بسكت، بس ما هو في التصليح بصلح شغلات لعند الموعد بالضبط والشغلات الثانية ما بطلعش عليها. أوكي ترسل لعنا يا جماعة هيك شكل. هاي المسافات اللي موجودين عندنا. هلا على اساس التبسيط تكون الامور واضحه، اماني. نعم دكتور. اعطيني رقمك الجامعي. اوكي 116 128 5 116 كم 128 128 5. هدول الرقمين هم عبارة عن F1، هدول الرقمين هم عبارة عن F2، وهدول الرقمين هم عبارة عن F3. وضحت الفكرة؟ يعاد مرة ثانية. هذا الشكل اللي موجود عبارة عن هذا رقم زميلتكم 116 128 25. أول رقمين من اليمين هم عبارة عن F1، ثاني رقمين هم عبارة عن F2، وآخر رقمين هم عبارة عن F3. يعني قيمة كل واحدة فيهم صح؟ يعني أنت شو رقمك الجامعي؟ 11 9 250 3 2. اللي أنا فهمته إنه 3 2 هو F1. دكتور كل واحد رقمه؟ أيوة يعني مش حاطيك كل واحد ورقمه لحاله. طب نشيل ال 11 يعني خلاص. تمام شو نشيل ال 11؟ تمام قصدك في ال 11 دكتور؟ كيف ما فهمت؟ عيد
شو رقمك الجامعي؟ 1-1-9-2. أعطينا قيم ثابتة وخلاص. 1-1-9-2 9-2 4-9-3-9 4-9-3-9 هاي F1 3-9 F2 4-9 F3 9-2 هيك تمام. دكتور طب شو المطلوب؟ مو هلا هون نيجي شو المطلوب. المطلوب اللي موجود عندنا تطلعوا قيم الانترنال فورسز في الممبرز اللي انا حاليا بدي اعلمهم، اللي هو هذا الممبر وهذا الممبر. أو بلاش هذا المنبر، هذا المنبر. دكتور ايش المطلوب؟ اطلع قيم الانترنال فورسز في الممبرز اللي تعلموا باللون الاصفر. فايند فورس الممبرز ان بلو كلر. معكم كل ساعة يا جماعة. تمام تمام خلاص. رجاء كلكم خلال 5 دقائق تكونوا ناسخين السؤال على أساس لو فصل التابلت اللي هو.
بس لو سمحتوا عملية رفع الملفات بتتم من استخدام ملف واحد بي دي اف، او اللي مش عارف يرفع الملفات بي دي اف انا تارك له المجال انه هو يكتب كتاب. دكتور بنفعش صورة لكمل وقت وثلاث ايش لو بسكر وخمسة وعشرين عشان نقدر نحول الملفات بده وقت. لان انا هاي اللي بحكي لكم بسكر وخمسة وعشرين فاحسب حساب. دكتور صورة عادية بس بطيش صورة واحدة ملف واحد أبيض. أنا بعد دقيقة حفصل التابلت من هون يا جماعة، فأي حد بده ينقل أيات معلومة ينقلها. مرة تانية F1 F2 F3 تعتمد على المعلومات اللي موجودة في رقمك التسجيل مش على الرقم. آسف على المقاطعة، إذا صورة واحدة بيزبط تسلمها بدون بي دي اف؟ الصورة لأنه عندي مشاكل دكتور بالبي دي اف. أنا صورة واحدة بيزبط، أي شيء ملف واحد مش وورد يعني صورة أو بي دي اف مش مشكلة. ومرة تانية الساعة 12:25 دقيقة حيسكر المودم. يعطيكم العافية.